اليوم يا جماعة الخير اتخذت قرار احتمال اني اندم عليه 90%. بلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ فيصل قررت اني اتفق مع اتفاق وانا باندم عليه يا جماعة الخير. فيصل اليوم راح يحلق شعري، مع انه قسما بجلال الله اني ادري ان اليوم بيسوي قرب الفوكس ونطلع وجهي. انت كبير شوي. اللي بيصير كالاتي، فيصل راح يستلم الماكينه، راح يحط الادوات المهمه. قد حلقت قبل؟ لا. طيب اليوم بيجرب على راسي، ولو جاب فيني العيد تشوفون انتم شعره صح؟ مو بعيد عن شعري. والله لا احلقك بالقوه الاجباريه. امسك نجيب المعدات، معداتنا سهله جدا يا جماعه، ما يبغى لنا اي شيء جدا. زي ما انتم شايفين يا جماعه الخير معانا السفره، السفره هذه بنستعملها ايش؟ نستعملها عشان الشعر ما يتحذر. يا سلام. صدق يبغى لنا كرسي. اللي يصير عندي تحت الثلاجة الطاولة. لا صدق عندي كرسي جديدة. ما شاء الله. لا لا لا. نظل كيف. هذا شو يسوي؟ ما شاء الله. على طول. أيوه. يلا على طول. الله يستر يا رب العباد يا ربي. ما اندم على المقطع هذا في القناة يا ربي. يا ربي. يلا تبيني والله. ترى ما أعرف شيء هنا. ما تعرف شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف سوى حلاقة؟ أبغى بس شعري يبقى شوي منه. قولي له لحظة بتقرعني فيصل بس ما قلت أدري قاعدين نصور حاجة أيوه لكن فيصل مهمة حساسة إيش أبى أقول لك شيء شوف عشان تفهم هنا في نمر أيوه خلاص أيوه. ما أبغى نمرة واحدة أيوه عطني أربعة ولا أربعة أنت عطني ستة ستة عشان نلعب المضمون سبعة سبعة تدري شلون خليها ثمانية بسم الله الرحمن الرحيم شوف أبي الله يطول لي في عمرك أبي الله يطول لي في عمرك من هنا مكينة كلها متساوية خلاص أبغى الجهة هذه مدرج تعرف شيء مدرج؟ مدرج؟ ايوه اتوقع ابغى متمرد اتوقع انه طيب سوي اي حاجة اوكي اي حاجة يلا نبدا هنا يلا من هذه الجهة فيصل شوف يسار ولا يمين ولا يمين جيب مسطرة نبغى مسطرة مسطرة يلا قلم هذا القلم ابغى اركز لك بسوي حاجة الحين شوف ركز معاك شوف الخط هذا طالع هنا زين وينه؟ هذا شوف هذا اللي طالع من هنا فيصل فيصل قاعد افهمك والله حرام عليك شوف هذا الخط اللي من هنا ممنوع تعديه يعني لا تلمس اللي فوق بالماكينه ركزي على الجهه هذه امسك القلم ابغاك تصبغ لي البياض هذا بازرق نقطه بس عشان تعرف ان هذا الخط الموت تستلم الشعر هذا الموت لا ما عليك طيب يلا حطي نقطه زرقاء في المكان الابيض بس لا تلون بس في نقطه زرقاء بس 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 الله يكتب طيب خلاص الحين انا تعدي المنطقه المحذوره يلا ها يلا فيصل من هنا من هنا من هنا ايوه ابدا لي من الزلف فيصل تكفى والله تكفى الله يلا يلا هنا من هنا اطلع فوق فيصل من يسار يلا قل لي لا اله الا الله بسم الله لا اله الا الله خلاص شوي بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله انا خايف لا وقف لا تحرك بسم الله سم بالله سم بالله وروح يلا بسم الله ما انا استحمل بس هدي 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 السرعة هدي السرعة السرعة تهديها ها ما تطلع فوق طيب الحين بس 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 الإضاءة الإضاءة ذاكرني أنت الإضاءة يلا حسن بالله اضغط بقوة ايش خلاص يلا مالي 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 لا لا تصير كذا في البداية من البداية تعال من البداية للنهاية اوكي الحين ما صار لا تمسك المنطقة هذه منطقة محظورة ايوه صح عليك طب قول لا اله الا الله لا 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 استغفر الله فيصل ابي قاعد اشوف البياض هذا بداية التفريح بس تمسك الراس ايوه صح عليك فيصل وقف شوي سويت انا ما سويت شيء كان هي كانها جزيره شوف هنا في اطراف سوداء وهنا في النص مفتوح عمار وين جزيره؟ الله يقطع شوف راسي فيصل والله ابداع ابداع ايش ابداع ايش فيصل الله يعني لا ضحك لا ضحكني خلص كذا طم من هنا الحاجب الحاجب تبغى تشيل حاجبي تبغى تشيل الحاجب بغى يروح انت بالحاجب انا بقطع يلا حكي خلاص يما الخط الازرق اللي بين ابي ها لا تضحك امسك لي يلا
يلا روح وضعك حلو، وضعك حلو. يا سلام عليك ام محمد. الا بين شوي شوي يا عمري يا عمري نزلي الا بين زياده. خف ربي عاقبني بمودي يا عيال، ربي عاقبني بمودي. لا ضحكني اوكي. انت بترك رحت العميق الحين، خلت بالعميق. يلا يلا لا 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 انا من قهر. بس معليش معليش انا اسف، انا ادري خرجتك لكن ما تشيل عليك امك يمين يسار، خليك على نفس الروتين جهه واحده. طيب يلا كمل ويا رجال ورب العزه رجال. يلا من تحت يسار، من تحت لفوق، انت قاعد تمشط من تحت لفوق، من هنا لفوق. طيب شوي شوي. بسم الله عليك، بسم الله عليك. كمل كمل. يا الله يرحمك الله حكمك. من قاعد تشيل تراك، قاعد تدغدغ الشعر. لا 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 خليك تحت، خليك تحت فوق بعدين، خليك تحت نبدا تحت من تحت الى فوق. طيب كمل. يلا من تحت، من تحت، من شيلي من هنا، ابيك تشيلي من هنا فوق، ابي اشوف. شيل روح، انا ابني اليوم بتودع من هنا، انا ابغى اسوي تيست الحين. ارجع ورا شوي، ارجع ورا كذا شعر. انه منك الله يجزاك خير يا حلاق الظل. شوف شكلي ما شلت يا اخي من هنا فيصل. من تحت فيصل، هنا في غابة، هنا في غابة، هنا تحت في مطبة هنا. عيال خليها في مطبة لراسي متصفق من ورا. تعال يا ولد حلق يا فيصل، تكفى. ايوه شيل الشعر، شيل الشعر اللي فيها. شلقنا ابغى فيصل قاعد تغدر شعري، يلمس شعري. ايوه ايوه يلا. لا 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 تسرع، ارجع كمل. حد سويت لي حفر. لا 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 كويس ولا مو كويس؟ لا ما هو متفهمين شوي. لا لا قولوا ايوه. مالك مالك كمل كمل، انت وفاتك بالشات. نقطة بس، نقطة بس 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 ما سويت شيء. في نقطة إيه هذه؟ هذا ممنوع تعداها. يلا تعداها الموت. اوكي يلا. من الجهة اليمين هنا اطلع. ترى هذا الشعر قديم. يا سلام عليك على خفة، خليك ضغط براسي، ضغط براسي. لا انا ابغى ايه بطمكينه براسي. الموت الموت الموت. هذا انت لا سويت شيء هنا. لا سويت شيء والله بالكامل. ايه على ستة، شوف على ستة والله على ستة، والله العظيم اني على ستة. ايش الحل؟ طيب قول لا اله الا الله، كمل لي المنطقة على ستة ونشوف ايش ربي يطلع في المعيشة. صبر له نمت والله لقرك، قسم بالله لقرك. اخليه خط من هنا، اطلع فوق هنا هنا هنا. يلا روح روح. في حد فم، في حد فم، الله اكبر. كلك سؤال كذا صح؟ من هنا ستة ستة، اطلع في ستة من هذا المنطقة. يلا من هنا؟ ايوه بس ما ابغى اصير بدون عارض. بالله عليك تقلى فيني، ابغى العارض اقل حاجه، على الاقل اقلع العارض. بالله عليك هذا طلبت حلاق من الموقع هذاك، فيكم هذا بعلبه. اللي يبغاني يرسل لي اياه، اللي يبغاني يرسل لي اياه يقرع عندي فيس. يلا فهمني سته سته. قدر الله ما شاء وفعل. هذا قضاء وقدر يا جماعة الخير، هذا القضاء والقدر، والله هذا القضاء والقدر يا جماعة. يا أخي هذا الحمد لله تقي. والله كويس، والله كويس. موازية مع البيضة، موازية مع البيضة صدق؟ اي والله. يا
يا جماعة موازية مع البيضة. ركز يا طالع. يا عيال موازية مع البيضة. الله لا يوفق الكذابين من موازية جعل الموازية. أيوة. روح. من تحت. من تحت. طيب 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 جرح تحت حتى. والله أنا جرح. جرح؟ أي والله. كذاب. ما أدري هنا في حبة حمرا كي طويل. يا عيال في دم. لا لا في دم ما في دم. دم. لا ما في دم. في دم. ما في دم. واضح. مو واضح ما في. في دم. ما في دم. الزلف كويس. كويس. يا كمل. اللي بتروح الحين هنا وايد تحلقت ما ادري لا مو بس مو نفس اللي ورا شوف شوف طالع طالع في عيد تقريبا يعني هنا هذا المكان هذا المكان هنا كان والله كان المرحوم المرحوم هذا المرحوم ابعد شوف المكان وخر اوي 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 يا عيال والله حليل حليل يا عيال ها تكفون قلبي هذه قرعه جديده دي ها هذه مو انا هذه مو انا مو انا مو انا هذه جديده مو انا مو انا انا بس هذه جديده دي احمد مو انا بعدين هذه كانت مقفله طول الوقت انت قلت تحرق بعدين هذه جديده يا بيصر انا ما شفتها يا احمد هذه جديده اني لا ما احنا ناقصين كنا قاعد ارجع ورا شوي يدي صارت يد بالشعر ما انت قاعد تلمسها لازم تلمسها من هنا وتطلع فوق فهمت؟ اوكي مو بليزر تقعد تضغط راسي ضغط رفجر راسي من تحت تطلع فوق تقعد لو ضغط الشعره ترى ما تنزل أوكي. ايوه كذا بس حط يدك فوق عشان ما تروح بعيد عشان ما تمسك خط وانا امسك خط فيك بعدين اوه علقت اوكي علق بالشعره طلعت الغلط بس لا تخوفني لا لا زان 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 لا لا زان 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 اي زان زان ابداع تقول ابداع ما ابغى الف على ذي الجهه في عيني اليسرى من الورد بوستان وفي عيني اليمنى عجاج السنين اه سولف معاهم ايوه بغسل وجهي وجهي واحد ثاني بيتهرج يقولون لك مقلبه سوي فيه ما سوي فيه انتبه ها اقول لك اقول لك خلاص بس يلا الحين اقول لك ها ما اقرا بس وش اجلس اي مالك لا شاطر انا كم اجلس اقرا باقي استعنا بواحد ما يبغى الظهور الاعلامي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هذه ايش هذه صبغه سوداء هذه خلطه نعم طيب اسمع الحين انا ما بطلعك على رغبتك لكن اسمع باذن الله اذا وصلنا 3 مليون توعدني بمشيئه تطلع بمشيئة. ونسوي مقطع سوا ابشر هذه شكلها خلطه الوفاء بموت هذا وصمغ ابى بتصمغ راسي صبغه ابى بتصمغ راسي صبغه سوداء ما بصمغ والله بتصمغ راسي والله ما هذا يصير اللون الابيض اللي عندك يصير ايش بتبدا الحين ايه طيب خلنا نجلس خلنا نجلس يا ربي طيب انت قاعد يسوي لي هذا يغير يخليني اسمك ما كنا مكلسه لا قاعد يكنس راسي خله شوي كذا الان ابعد شوي بس بس ابعد شوي دقيقه دقيقه يا ربي شو اترك دقيقه بتضبط ان شاء الله تصبغ لي شعري كله شوف ابعدني شوي ويلي الله لا تهندس حاجة لا تهندس حاجة إيش عندك من هندسة وين واحد هندسة الفراغات هو بيعطيك لون أسود زين حلو بس اسمع دامك فاضي قاعد تصبر قول لهم يحسون اللايك مش أنا ما أفهم بالأشياء هذه والله ما أعرف إيش تسوي ولا أفهم إيه بس قول لهم لايك وش اللايك يعني حطوا لي لايك بس خلاص حطوا له لايك طيب قول لهم كود لايتن بعد وش الكود لايتن فورتنايت حطوا له الفورتنايت حد انا قاعد اصبغ شيء ما ادري شغله لكن الله يصلحك يا فيصل خليني اقرعه لا لا اقرعه روح البيت اقرعه يا باب روح اقرعه تسمح لي السلام عليكم شباب الى هنا وصلنا نهايه المقطع لا تنسى اللايك انا الحمد لله باخذ بريك انا اخوكم احمد بس شوي تعبان ما اقدر اطلع في الكام
ان شاء الله باذن الله نشوفكم في مقطع اخر. اتمنى المقطع اليوم على اعجابكم يا جماعه، مقطع بسيط تغيير جو، اتمنى انه اعجبكم ولاسباب خاصه. الوالد قال انا ما ابغى اطلع وجهي، فانا لبيت له طلب لكن اوعدني 3 مليون باذن الله راح يكون في مقطع كامل معه باذن الله، ما يذن بيد نوصلها. شكرا لكم، الله يسعدكم. تدرون شلون والله ما خليها بخاطركم باذن الله 3 مليون. لا تنسى الاشتراك، لايك، ما بوصيكم، واذا يعني تبون وين، ايوه هذا 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 باقي مش بعدين بنزل لكم اياه. شكرا لكم، مع السلامه. جيش السواحات نسعى خلف القمة واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاد بظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية، دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.